ينهي الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن أحمد فتحي المدير الفني استعداداته لمباريات الدور ربع النهائي من الدوري بعد غد الجمعة على صالة النادي بميت عقبة، ويواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره فريق سموحة يومي السبت والأحد المقبلين على صالة السادس من أكتوبر الدولية بربع نهائي مسابقة الدوري للموسم الحالي، ويقام دور الربع النهائي من الدوري بنظام بلاي أوف بيست أوف ثري، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور نصف النهائي. وقدم الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك أداء مميزا منذ انطلاق الموسم الجديد بعدما نجح في إنهاء الدور التمهيدي متصدرا للمجموعة الأولى قبل أن ينهي مرحلة ثمن النهائي في المركز الثاني. ويسعى الفريق بقيادة مديره الفني كابتن أحمد فتحي إلى استمرار الفوز والتقدم خطوة نحو التتويج باللقب، خاصة وأن الفريق أصبح المرشح الأول للفوز بالبطولات بعد التدعيمات الكبيرة التي شهدها الفريق على كافة المستويات. كان فريق طائرة السيدات بنادي الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتينج في ربع النهائي، ليقترب خطوة جديدة نحو العودة لمنصات التتويج التي طالما سيطرت عليها فتيات الذهب الزملكاوية لسنوات وسنوات.